مرحبا، اليوم بدنا نبدأ بالموديول نمبر 3 بسمستر 3. أكيد هنحكي بالموديول 3 عن الموضوع الثالث اللي عنا بالراوتينج بروتوكولز، وفعليا هو الهايبريد راوتينج بروتوكولز. واتفقنا الهايبريد هنحكي عنه عن موضوع واحد اللي هو الاي اي جي ار بي راوتينج بروتوكول. خلونا نشوف هلا شو هو الاي اي جي ار بي، شو ميزاته، شو سيئاته، وكيف فينا نعمل له كونفيجريشن. فعليا اول شيء بدنا نبدا كالعاده نحكي عن اختصار الاي اي جي ار بي. فعليا اي اي جي ار بي اختصاره Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. مثل ما لكم ملاحظين IGRP Routing Protocol مو غريب عليكم، واللي هو Distance Vector Routing Protocol، وهلأ ضافوا عنا الE، والE معناتها Enhanced. Enhanced معناتها مطور. مطور يعني الـ EIGRP هو عبارة عن تطوير للـ IGRP. خلونا نشوف شو ميزات الـ EIGRP عن الـ IGRP. أول شيء أكيد عنا الـ EIGRP هو عبارة عن Cisco Routing Protocol، كونه الـ IGRP Cisco هي اللي عملته، والـ EIGRP هو عبارة عن تطوير للـ IGRP، بقى بنقدر نعرف إنه هو عبارة عن Cisco Routing Protocol. وأكيد ما بيشتغل هذا الراوتينج بروتوكول إلا إذا كانوا عنا كل الراوترز على النتورك هن عبارة عن سيسكو راوترز. الميزة الثانية اللي عنا بالإي آي جي آر بي إنه الإي آي جي آر بي عنده فاست كونفيرجنس. وحكينا نحن كلمة convergence معناتها لما يصير عنا كل الراوترز عنا بالنتورك عندهم الراوتينج تيبل نفسه. هون بنقدر نعرف في حال صار عنا اي تغيير على النتورك الراوترز كلها حيصيروا يعرفوا بهذا التغيير بشكل سريع جدا، مثل ما حتشوفوا كمان شوي. ثالث شيء عنا easy configuration. هتشوف الكونفيجريشن تبع الاي اي جي ار بي سهل جدا، مثله مثل الاي جي ار بي بس هنضيف كم شغله صغيره. بعدين في عنا شيء اسمه الانكريمنتال ابديتس. اتفقنا نحن الاي جي ار بي كان يبعت عنا الراوتينج تيبل كل 90 ثانيه من الانترفيسز مشان يعمل ابديت للراوترز اللي حواليه. فعليا هون عنا شيء اسمه incremental updates، هي معناتها كل ما يصير في عنا تغيير على النتورك الراوتر بيروح بيبعت لجيرانه عن التغيير وبيحكي له انه يعدلوا الراوتينج تيبلز طبعا. في عنا كمان ميزة واللي هي supports VLSM، يعني بالمختصر supports لشغلتين، لclassful routing واللي حكينا الكلاسفول بيكون عنا الاي بي ادريسز على الراوترز وعلى النتوركس ضمن الكلاسز، وفي عنا الكلاسلس راوتينج واللي هي بيكون عنا شكل السبنت ماسك مثل ما شفتوا غير طبيعي، وبيكون عنا الاوكتت مقسوم من نصه جزء للنتورك وجزء للهوست. وفي عنا كمان ميزه ثانيه واللي هي كومباتبل with IGRP networks. حتشوفوا الراوتينج بروتوكول EIGRP فيه يشتغل مع IGRP بدون اي مشاكل، وبيبعتوا ابديتس لبعض بدون اي مشاكل. كمان في عنا كمان ميزة واللي هي الـ unequal cost load balancing. اكيد متذكرين كلمة load balancing، ولما حكيت لكم انه في عنا routing protocols بيعملوا support لل load balancing، وحكينا في عنا مثلا ال IGRP في يبعت لنا الباكت من 6 طرق مختلفة بدون مشاكل، بيبعت كل فريم من طريق. فعليا هديك اسمها equal load balancing. equal معناتها متساوي، ملاحظين بعت فريم واحد من كل طريق. الـ EIGRP عنا في
في يبعت عنا لحد اكيد 6 طرق كمان بدون اي مشاكل. بس في عنا فكرة جديدة واللي هي الـ Unequal. الـ IGRP بحس كل خط قدي سرعته بيتوقع الباكت امتى ممكن توصل. ممكن يبعت باكت من هون ويبعت 2 packets من هون، يبعت باكت من هون، او لا هذا الخط سريع جدا يروح يبعت 3 packets من هذا الخط. يعني هاي معناتها Unequal، في عملنا support لل 6 paths واللي هن 6 طرق ليودي فيهم الباكت بنفس الوقت اكيد، وكمان بنفس الوقت unequal. unequal يعني يبعت اكتر من فريم على نفس اللاين بنفس اللحظة. نجي نحكي هلا عن الـ EIGRP لشو بيعملنا support. طبعا الـ EIGRP supports كل انواع او كل التكنولوجيز الموجودة عنا بالعالم من ناحية النتوركس الداخلية والخارجية. بيعمل support لشي اسمه multi access، وهي مثال عليها، حنعطي LANs. بيعمل support لل point to point، وحنعطي مثال عليها شيء اسمه ال HDLC. وبيعمل support لل NBMA واللي هي non broadcast multi access، ومثال عليها ال frame relay. طبعا بالنسبة لكم هدول الشغلات كلها جديدة، وبنصحكم هلأ بس تعرفوها او تحفظوها بس نوصل لسمستر 4 عفوا، واللي هو الوان تكنولوجيز رح نحكي عنهم بالتفصيل. خلونا نحكي هلأ عن الـ EIGRP packets. الـ EIGRP مو مثل اي routing protocol تاني، في عنا اكتر من نوع من الباكتس موجودين عنا. من ضمن هاي الباكتس في عنا شيء اسمه الهلو باكتس. طبعا الهلو باكتس بس حنحكي هلا كل نوع من الباكت وحنحكي وظيفته. هلو باكت استابلش نيبر ريليشن شيب. طبعا كمان شوي راح تشوفوا راوترز اللي مشغل عليهم الـ EIGRP بصيروا يبعتوا شيء اسمه الـ Hello Packets. وفعليا هاي الباكتس مسؤولة عن انه establishment او تعمل علاقة بين الراوترز المشبوكين مع بعض. خلوها شوي بس لنجي نشرح كل واحدة بالتفصيل كمان شوي. في عنا شيء اسمه الـ Update Packet. طبعا الـ Update Packet بيعمل Sending the Routing Updates، بصير يبعث لنا Routing Updates أو بيبعث لنا التغييرات اللي صار على Routing Table. في عنا باكت ثالثة بنسميها Query، والQuery Ask the Neighbor about Routing information. طبعا الكويري يستخدم لو في عنا two routers مشبوكين مع بعض، والراوتر A حابب يسأل الراوتر B لو في اي updates بيروح بيبعت له كويري. بيروح اكيد راوتر B بيرجع بيرجع لنا update للراوتر A. طبعا نحن هلا رح ناخدها هيك انه بيبعت كويري بيرجع عنا update، بس فعليا ما بيرجع عنا update. الابديت يستخدم بس لما الراوتر B لحاله يبعت للراوتر A ابديت، يعني بدون اي طلب. فعليا الكويري بنرد عليها بشيء اسمه الريبلاي، والريبلاي هي الانسر فور A كويري. نجي هلا على اخر باكت والخامسة واللي هي الاكنولجمنت. والاكنولجمنت نحن حكينا هي عبارة عن باكت بس ترجع للراوتر السندر بس مشان يتأكد انه وصلت الباكت بشكل سليم، يعني مسؤولة عن الريلايبل كونكشن. يعني لو فرضنا راوتر A بعد شي لراوتر B، راوتر B حيرجع يرد له باكنولجمنت مشان يحكي له انه الابديت اللي بعت لي اياها كمثال وصلتني بدون اي مشاكل.
طبعا اكيد في حال الراوتر اي ما وصلته اكنولجمنت، يعني في حال ضرب الاكنولجمنت بهالطريق بيرجع بيبعث الابديت مره ثانيه. خلونا نبدا نحكي عن الهلو باكيتس. فعليا الهلو باكيتس مثل ما حكيت لكم هي عباره عن باكيتس الراوتر بيروح بيبعثها من الانترفيسز اللي موجوده عنده ليشوف مين جيرانه. طبعا اللي بيهمنا نعرف انه الهلو باكيتس تطلع من كل انترفيس every 5 seconds. طبعا هاي ال 5 seconds اللي بيهمنا نعرفه هلا انه سرعة الخط لازم تكون عنا او سرعة التكست تستخدمها لازم تكون عنا اكبر من ال T1. طبعا ال T1 رح ناخده بال 1 technologies، بس هلا بيهمنا نعرف انه سرعته 1.544 megabits per second. طبعا في حال كان عنا الخط اقل من T1 بصير ينبعث الابديت كل 60 seconds. طبعا يعني بصير في عنا احتمالين، لو كان عنا سرعة الخط اعلى من 1.544 وشو ما كانت بتنبعث بكل 5 seconds، في حال كان عنا اقل من T1 تنبعث كل 60 seconds. بيهمنا نعرف كمان شيء اسمه الهلو ادرس، والهلو ادرس هو الاي بي ادرس اللي بيبعث الراوتر السندر الباكيت عن طريقه. يعني راوتر اي بده يبعث من الانترفيسز اللي موجودة عنده، بيروح بيحط الباكيتس بديستنيشن معين. طبعا هذا الديستنيشن لازم يكون بنعرفه مشان تنبعث للجيران. طبعا الديستنيشن هي عبارة عن 224.0.0.10. طبعا هذا الرقم لازم تحفظوه اكيد لانه هو المالتي كاست ادرس بيتسمى، او الهلو ادرس. طبعا هلا كمان شوي رح نشوف كيف الراوترز بيعملوا استابليشمنت للنيبر ريليشن شيب باستخدام الهلو باكيتس. فعليا اللي بصير عنا انه بيكون في عنا راوتر A لو فرضنا وراوتر B، بدنا نعرف شو اللي بصير عنا بالضبط بس ينشبكوا هدول الراوترز عن طريق الـ EIGRP. اول شي عنا الراوتر A رح يبعث للراوتر B hello packet. لو فرضنا حيحكي له فيها انه انا راوتر A مين اللي معي على الخط. الخطوة الثانية اللي حتصير عنا طبعا واكيد هون مبعت هلو باكيت، والخطوة الثانية اللي حتصير عنا راوتر بي حيرد على راوتر اي بابديت وحيقول له هاي كل المعلومات اللي موجودة عندي بالراوتينج تيبل. طبعا كأول مرة بيبعت له اكيد المعلومات كاملة، بعدين راوتر اي بيروح بيبعت للراوتر بي بيبعت له اكنولجمنت مشان يأكد له انه الابديت وصلت بدون اي مشاكل. الخطوة الرابعة اللي بيصير عنا راوتر A بيبني التوبولوجي تيبل اللي عنده، الخطوة الخامسة بعدين راوتر A بس يبعت اكنولجمنت للطرف الثاني بيروح بيبعت بعدين ابديت للراوتر B بيحكي له فيها انه هاي الراوتينج انفورميشن اللي موجودة عندي انا كراوتر A. الخطوة الأخيرة اللي بتكون عنا راوتر B بيروح بيرجع بيرد على راوتر A بأكنولجمنت وبيحكي له انه وصلتني المعلومات اللي بعت لي اياها وشكرا. طبعا اكيد بس تخلص هالست مراحل بنسمي النتورك عنا converged، يعني الراوترز الموجودين عنا صار عندهم نفس الراوتينج انفورميشن. طيب لاحظتوا هون الهلو باكيت ما نرد عليها بأكنولجمنت، بس الابديت نرد عليها بأكنولجمنت والابديت الثانية نرد عليها بأكنولجمنت. خلينا هلا نعرف كل باكيت اذا بنرد عليها بأكنولجمنت ولا لا. فعليا في عنا نوعين من الباكيتس، في عنا الريلايبل باكيتس، والريلايبل باكيتس هي الباكيتس اللي بنرد عليها بأكنولجمنت، وفي عنا شيء اسمه الان ريلايبل باكيتس وهي الباكيتس اللي ما فيها اكنولجمنت.
خلينا نشوف اول شيء كبدايه شو هي الريلايبل باكيتس، واللي بس تنبعث على النتورك بنرد عليها باكنولجمنت. فعليا اول شيء عندنا الابديت باكيت، وثاني شيء في عندنا الكويري باكيت، واكيد في عندنا الريبلاي باكيت. بالانريلايبل باكيتس في عندنا تو باكيتس فعليا، في عندنا الهلو مثل ما شفتوا بالرسمه اللي قبل شوي شفناها، وفي عندنا الاكنولجمنت. فعليا الاكنولجمنت بس تنبعت بين تو راوترز، لو فرضنا راوتر A حكى معلومه ابديت نرد عليه باكنولجمنت، راوتر A ما حيرجع يحكي له اكنولجمنت مره تانية. طبعا مثل ما لكم ملاحظين هي ما لها علاقه بالثري واي هاند شيك اللي شفناها بالتي سي بي اي بي. كل باكيت ريلايبل بينبعت لازم يرد عليه باكنولجمنت، في حال ما نرد عليه باكنولجمنت بترجع بتنبعت الباكيت مره تانية. طيب خلونا نحكي هلا عن الميزه الاخيره للاي جي ار بي، واللي هي بسموها السمرايزيشن، او بنحكي راوت سمرايزيشن. خلونا نعرف شو معنات مصطلح السمرايزيشن. فعليا السمرايزيشن معناتها الاختصار او التلخيص. لما نحن نجي نمسك فقره باي كتاب ونلخصها، في حال فرضنا كانت 100 سطر فينا نلخصها نساويها 20 سطر. فعليا الراوترز بيشتغلوا كمان على نفس النمط. الراوترز اللي مشغلين عنا الاي اي جي ار بي بصيروا يحاولوا يختصروا الراوتينج تيبل اللي موجود عنا مشان يتلافوا الحجم الكبير اللي ممكن يكون في الراوتينج تيبل. يعني لو فرضنا ممكن يكون في عنا 7 انتريز، ممكن يقلل عددهم ويساويهم 5 انتريز، وبنفس الوقت ممكن ما يقللهم ابدا. خلونا نشوف شو هي الراوت سمرايزيشن وكيف تشتغل. لو فرضنا في عنا نتورك كبيرة نوعا ما موصولة بالشكل التالي، في عنا تو راوترز وموصولين هالتو راوترز على راوتر هون، وبعدين هاي الراوترز متفرعين على راوترز تانين، وهون في عنا سويتشات، واكيد كمان في عنا هون تو راوترز وفي عنا سويتشات. ولو فرضنا النتورك اي دي تبع هذا البرودكاست دومين هو 192.168.0.0، والنتورك اي دي تبع هذا البرودكاست دومين هو 192.168.1.0. نجي لهون لو فرضنا عنا هاي هي عبارة عن 172.16.0.0، وعنا هاي عبارة عن 172.16.1.0. خلونا نشوف الراوتر بي اللي موجود عندنا هون كيف شكل الراوتينج تيبل تبعه راح يكون. لو فرضنا هاي عندنا الاس 0 وهاي عندنا هون الاس 1، فعليا راوتر بي راح يكون عنده شكل الراوتينج تيبل كالتالي. حيكون عنده 4 انتريز، حيحكي لنروح على 172.16.0 يعني .16.0.0 طلعني من الاس 0، واكيد لنوصل بوينت 16 اللي هي 172.16.1.0 طلعني كمان من الاس 0. وراح يحكي الراوتر لو بدنا نوصل لهي النتوركس، لو فرضنا بدنا نوصل لل 168.0.0 طلع لي من الاس 1، واكيد طلع لي من الاس 1 كمان لو بدي وصل لل 168.1.0 مثل ما لكم شايفين هون. طبعا نحن هون بالاي جي ار بي رح ناخذ السمرايزيشن بشكل مبسط، بس نخلص سمستر 3 ونفوت بسمستر 4 رح ناخذها بشكل اعمق. طبعا اللي بيصير عنا الاي جي ار بي رح يطلع عنا على الراوتينج تيبل، رح يلاقي هدول التو راوتس في نوعا ما تشابه بيناتهم، بيروح بيختصرهم لوحده، وحيلاقي هدول التو راوتس في تشابه بيناتهم حيختصرهم لوحده. حيصير عنا شكل الراوتينج تيبل، مبدئيا رح ناخده بدون ما نعرف كيف صارت، بس لقدام رح تعرفوا اكيد. حيقول لنوصل لل 172.16.0.0 طلع لي الباكيت من الاس 0، ولوصل لل 192.16.1.0
168.0.0 طلع لي الباكيت من ال S1. لاحظوا هون اختصرنا الأربعة entries ل 2 entries، يعني نقصنا 50% من حجم الراوتينج تيبل. طبعا لحد هلا ما بيهمنا نعرف كيف ساوى هالحكي الراوتر، بس اللي بيهمنا نعرفه انه مو دائما السمرايزيشن بتكون اختيار مفيد، لانه السمرايزيشن ممكن يسبب لنا اغلاط بالراوتينج تيبل مثل ما حنشوف بسمستر 4. طبعا بهالحاله بنلغي شيء اسمه السمرايزيشن. باي ديفولت على الاي جي ار بي السمرايزيشن بتكون شغاله، ولنطفيها في عنا كوماند بنعطيها للراوتر، وبنعطيها بالعاده جوات الكونفيج داش راوتر واللي هي الراوتينج بروتوكول كونفيجريشن مود، بنقول له نو اوتو سمري، بنكون طفينا الراوت سمرايزيشن. طبعا مثل ما حكيت لكم السمرايزيشن لحد هلا بس بيهمنا نعرف انه بتقللنا عدد الانتريز الموجودين عنا بالراوتينج تيبل. طيب خلونا نشوف هلا الكونفيجريشن تبع الاي اي جي ار بي. فعليا حناخدها من البدايه اكيد، وحكينا لكم لتشغلوا اي راوتينج بروتوكول نعطيه الكوماند راوتر، واكيد بعدين حنعطيه اي اي جي ار بي، وبنعطيه بعدين رقم الاتونومس سيستم اللي بدنا اياه. طبعا الاتونومس سيستم مو غريب عليكم كونه اخذناه بالاي جي ار بي. بعدين في عنا الكوماندز النتورك كوماندز. طبعا النتورك كوماندز ما تغير فيها اي شيء مثل اللي موجود عنا بالاي جي ار بي. حكينا بعدين عن النو اوتو سمري وكتبناه بالسلايد الماضي، واللي هو بيطفي لنا السمرايزيشن في حال لقينا في مشاكل رح تتسبب عنا من وراء تشغيل السمرايزيشن. وبعدين في عنا مجموعة من الشو كوماندز اللي حنستخدمها. طبعا في عنا كوماند الشو اي بي اي اي جي ار بي نيبرز، وهذا الكوماند بيورجينا الجيران اللي موجودين عنا على النتورك. في عنا الكوماند شو اي بي اي اي جي ار بي تيبولوجي، وهذا اكيد اتفقنا بيورجينا التيبولوجي تيبل. في عنا كوماند الشو اي بي راوت، واتفقنا الاي بي راوت بيورجينا الراوتينج تيبل. في عنا الكوماند شو اي بي بروتوكولز، واتفقنا هذا بورجينا البروتوكولز اللي شغالين عنا على الراوتر. وفي عنا الشو اي بي اي اي جي ار بي ترافيك. فعليا هذا الكوماند بورجينا كل باكيت بتنبعت عنا بين راوترين، وبنفس الوقت بورجينا كل اكنولجمنت بتوصلنا من اي راوتر. خلينا نشوف الديباج كوماندز اللي موجودين عنا. في عنا الكوماند debug eigrp packets، بهالحالة بورجينا live كل packet بتنبعت او كل packet بيستقبلها الراوتر. في عنا بعدين الكوماند debug eigrp neighbors، فعليا هون بنشوف كل العمليات اللي بتصير عنا بين النيبرز، واكيد اتفقنا هاي العمليات ممكن تكون updates، ممكن تكون queries، ممكن تكون replies، ممكن تكون acknowledgement او hello packets، بس هون بيورجينا مع انو نيبر عم بيبعتها. في عنا command debug ip eigrp، فعليا ال ip eigrp بيورجينا كل المعلومات live اللي بتخصنا عن الـ EIGRP من كل أنواع الباكيت وكل أنواع الأبديتس اللي بتصير على الراوتينج تيبل. طيب خلونا نشوف هلأ اللاب اللي حنشتغل عليه اليوم ونشوف كيف شكله. اللاب عنا بيتكون من 2 routers و 2 networks، كل نتورك منهم موصولة على راوتر مختلف. في عنا الراوتر A والراوتر B، وهلأ بدنا نروح على كل راوتر من هدول ونطبق عليه الـ EIGRP. خلونا نبدأ بالشبك على الراوتر A. مثل ما لكم شايفين هلا أنا شبكت على الراوتر A، أكيد بدي فوت على الـ Global Configuration Mode،
باستخدام الكوماند config t. وبس فوت على global configuration mode راح اعطيه الكوماند router EI GRP واعطيه الاوتونوموس سيستم نمبر. لو فرضنا هون الاوتونوموس سيستم نمبر راح يكون 100. بعدين راح اعطيه النتورك كوماندز، اكيد راح اعطيه نتورك 10.0.0.0 كونه الراوتر شابك بوحده من الانترفيسز واللي هي S0 على هذا الاي بي ادرس، وبعطيه انتر، وبعدين بعطيه نتورك وبقول له 192.168.0.0. ومثل ما لكم شايفين هون عطيته اللينك الثاني اللي موجودة عنا على الراوتر. وبعدين رح اعمل سيفينج للشغل اللي انا ساويته، رح اعمل كوبي ران ستارت، وهيك انا بكون اتممت عملية تشغيل الـ EIGRP على الراوتر A. خليني اعمل اكزت ونشوف شو اللي بدنا نساويه على الراوتر B. فعليا رح اشبك على الراوتر B هلا ورح شغل الـ EIGRP، واكيد بنفس الـ Autonomous System مشان الراوتينج تيبل يكون نفسه على التو راوترز. وبعدين رح اعطيه Network Command 10.0.0.0 192.172.16.0.0. خلونا نفوت هلا على الراوتر B. مثل ما لكم شايفين شبكت عن طريق الهايبر تيرمينال على الراوتر بي، واكيد بدي فوت على الجلوبال كونفيجريشن مود. جوات الجلوبال كونفيجريشن مود راح اعطيه الكوماند راوتر اي اي جي ار بي واعطيه الاوتونوموس سيستم نمبر 100 واللي هو نفس اللي حطيناه على الراوتر اي. وبعدين راح اعطيه النتورك كوماندز، راح اقول له نتورك 10.0.0.0 والنتورك 172.16.0.0. وهيك بكون خلصت شغلي على الراوتر B. بعمل سيفينج للشغل اللي انا ساويته كوبي ران ستارت، واكيد بعمل اكزت. فعليا هلا بدنا نجرب الشو كوماندز اللي تعلمناهم لل EIGRP. اكيد رح اشبك على الراوتر B، وجوات الراوتر B رح نجرب الشو كوماندز والديبوغ كوماندز اللي اخذناهم. اول شو كوماند اخذناه واللي هو الشو اي بي راوت، واكيد صرتوا بتعرفوا انه بيورجينا الراوتينج تيبل تبع الراوتر B. مثل ما لكم شايفين هون في عنا تو دايركتلي كونكتد انترفيسز او تو دايركتلي كونكتد نتوركس 172.16 و10.0.0.0، وهنن هدول على الرسمه. وبعدين في عنا اللي متعلم عن طريق الدي، ولو منشوف الدي هون هي الـ EIGRP تعلم الـ 192.168.0.0. وأكيد مثل ما لكم شايفين بهالرسمة راوتر B موصول عن طريق راوتر A لهاي النتورك، وتعلم أكيد عن طريق الراوتر A. خلونا نجرب الكوماند الثاني اللي موجود عنا واللي هو الـ Show IP EI GRP neighbors. مثل ما لكم شايفين هون بيحكي لنا مين جيران الراوتر بي على النتورك او جيرانه اللي مشغلين الـ EI GRP. بيحكي لنا الـ IP address تبعه واللي هو الـ 10.0.0.1، يعني تعلمه عن طريق الـ 10.0.0.1، وبنفس الوقت بيحكي لنا عن طريق انه انترفيس موصول لإله. خلينا نجرب الشو كوماند الثاني واللي هو الشو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي. ومثل ما لكم شايفين هون بيورجينا الراوتر بي نظرته للنتورك اللي موجوده عندنا. بيحكي لنا عن ال 10.0.0.0، عن ال 192 وعن ال 172، واكيد بيحكي لنا عن طريق انه انترفيس موصول عليه. وفي عندنا الكوماند الثالث واللي هو الشو IP EI GRP أو Show IP Route EI GRP. ومثل ما كن شايفين هذا بيورجينا الراوتينج تيبل، بس ما بيورجينا اياه كامل، بيورجينا بس الراوتس اللي تعلمها عن طريق ال EI GRP الراوتر B. نجي للكوماند الأخير اللي موجود عندنا بالشو كوماندز واللي هو Show IP EI GRP Traffic. وطبعا مثل ما لكم شايفين الـ EIGRP Traffic بيعطينا شو الباكتس اللي انبعتت عنا وقديه عددهم،
مثل ما لكم شايفين هون الهلو باكيتس، الابديت باكيتس، الكويريز، الريبلايز والاكنولجمنتس، وكل واحد كم مرة ارسل سنت وكم مرة استقبل. مثل ما لنا شايفين الاكنولجمنتس ارسل 4 مرات واستقبل 5 مرات اكنولجمنتس من الراوتر A. اكيد نجي هلأ على الديباج كوماندز، واول ديباج كوماند راح نجربه واللي هو الديباج EI GRP Packets. مثل ما لكم شايفين هون هذا النوع من الديباجينج بيورجينا الهلو باكيتس اللي عم تنبعت من الطرف الثاني او من الراوتر B. مثل ما لكم شايفين هون الهلو باكيت ومن انو انترفيس طلعت، وكل ما يبعت الراوتر هلو باكيت بيروح بيطلع لنا بالديباج كوماند انه في هلو باكيت طلعت. واكيد لنطفيه بنقول له نو ديباج اي اي جي ار بي باكيتس، ومثل ما لكم شايفين هون من سرعه الابديتس اللي عم بتصير ما قدرت اطبعها ورا بعض، بقى طلعت مقطشه مو هالمشكله، وهيك بكون طفيت الاي اي جي ار بي باكيتس. نجرب الديباج كوماند الثاني اللي موجود عندنا واللي هو الديباج اي بي اي اي جي ار بي، واكيد هذا الكوماند بس شغله هلا ما حتشوفوا اي شيء عم بيصير على الراوتر، لانه هذا الكوماند بيطلع لنا بس في حال انفصل اي سويتش من اللي موصولين على الراوتر بي. لنفرض هلا انا راح افصل السويتش اللي موجود عندنا هون عن الراوتر وراح نشوف شو راح يطلع لنا الهايبر تيرمينال. مثل ما لكم شايفين انا هلا فصلت السلك وراح حكالي انه اللي موصول عنا على الايثرنت 0/0 نزل داون، وبيقول لنا الاي بي ادرس تبعه 172.16.0.0 صار فيه مشاكل. طبعا بهي الحاله وقف اكيد كونه خلص اعطاني المعلومات المطلوبه. خليني ارجع اوصل السلك ونشوف شو حيصير. مثل ما لكم شايفين هلا راح يطلع لي انه اللينك رجع اب، ولاين بروتوكول ان اون انترفيس ايثرنت 0 رجع اب، هو انه ال 172.16.0.0 مشي حاله ورجعت عندي على النتورك اب. طبعا هاي الحركه انتم ما حتشوفوها او ما حتعدوا تفصلوا السلاك لتشوفوها، بس في حال بدك تراقب شغل الراوتر او تشوف في عندك سلك عم بيفصل ويرجع يوصل بتراقبها عن هذا الطريق. وفي عنا الكوماند الثاني واللي هو الديباج EI GRP neighbors، والديباج EI GRP neighbors فعليا ما حيطلع لنا اي نتائج الا لما يفصل الاسلاك السيريال بين الراوتر. طبعا ال EI GRP العادي اتفقنا انه بيورجينا بس في حال فصل عنا السلك بين الراوتر والسويتش، والنيبرز بيورجينا في حال اللينك بين الراوترز تم فيها فصل. واكيد لنطفيها رح نعطيه الكوماند نو ديباج EI GRP neighbors، بهيك بنكون طفينا هذا الكوماند او هذا الديباج كوماند. بضل عنا الكوماند الاخير واللي هو الديباج IP EI GRP summary، والاي اي جي ار بي summary بيروح بورجينا المعلومات في حال فصل عنا راوتر في سلك بين راوترين يعني، او في حال فصل عنا سلك بين راوتر وسويتش. طبعا كون النتورك عندي هلا شغاله بشكل سليم ما حيطلع عندي اي كوماندز او اي اوتبوت. واكيد لتطفيه راح اعطي الكوماند نو ديباج اي اي جي ار بي او اي بي اي اي جي ار بي سامري، وهيك بنكون طفينا الكوماند او الديباج كوماند الاخير اللي موجود عنا واللي هو بورجينا كل المعلومات المرتبطة بالنيبرز او بالسويتشز الموصولين عنا. بقدر لكم هلا انه احنا خلصنا قسم الهايبريد راوتينج بروتوكولز. بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بهذا الفيديو، وشكرا على حسن الاستماع.